بما تتصف كلمات النص الأدبي؟ تتصف كلمات النص الأدبي بأنها كلمات جزلة ذات جرس موسيقي متسق. لما نقرأ النص الأدبي نجد كلمة النار والمنار والدينار والمعراج والأدراج والأبراج والسراج والمناجم والمحاجم، القرون، السنون، التراكيب، تجدها متينة موحية، يتأنق الأديب في تأليفها حتى تبدو كأنها تحفة فنية من علقها في الجو ساعة يدب عقرباها إلى قيام الساعة. طبعا لا يوجد ذلك في النص العلمي تكرار، فالفكرة واحدة تؤدى مرة واحدة بأسلوب واحد يختلف عن الأسلوب الأدب. طب نخرج من الكلام ده بإيه؟ إن النص العلمي مظهر من مظاهر العقل المدقق. خصائص النص الأدبي مظهر من مظاهر الانفعال العميق. طبعا بيلتقي العقل اللي هو مع النص العلمي والعاطفة اللي هو مع النص الأدبي إلى جانبين متكاملين من جوانب الإنسان، ذلك المخلوق الأول الذي يسمو ويسمو ويكبر ويكبر فيتضاءل أمامه كل كبير، ويسفل ويسفل ويصغر ويصغر فيعظم أمامه كل صغير. وهل العلم إلا نظارة ذات عدسات بيضاء تريك الأشياء كما هي؟ وهل الأدب إلا نظارة ذات عدسات ملونة تريك الدنيا باللون التي تحب وتختار؟ بعد كده عندي استخدام فنون البلاغة وأساليب فنون البلاغة في الأساليب الفنية وفي الشعر وفي النثر. البلاغة عبارة عن إيه؟ علم يعرف به فصاحة الكلام مع مطابقته لمقتضى الحال. يبقى صاحب البلاغة عنده فصاحة في الكلام، الكلام بتاعه مطابق لمقتضى الحال. البلاغة بتعمل ايه؟ تساعد الأديب على التعبير عن رؤيته بوضوح وإحداث التأثير الوجداني في المتلقي لإقناعه بالقبول. البلاغة لها ثلاثة علوم: أول علم علم المعاني، العلم الثاني علم البيان، العلم الثالث علم البديع. يبقى علم المعاني، علم البيان، علم البديع. يبقى البليغ لابد له من فهم تلك العلوم الثلاثة: معاني، بيان، بديع. لكل علم منهم مهمة يختص بها. علم المعاني مثلا لابد إن يكون عندنا معرفة بأحوال تركيب الكلام، وعلم البيان يتم به معرفة التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة. أما علم البديع يعين على معرفة كيفية تحسين الكلام.